الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر مشيخة الأزهر، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة، فيما أكد مدبولي توجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروع. مجلس الأمن الدولي يعقد غداً الاثنين اجتماعاً حول انضمام أعضاء جدد للأمم المتحدة بعد تلقي رئيسة المجلس خطاباً من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن طلب مقدم من دولة فلسطين. رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة والفلسطيني محمد مصطفى يؤكدان على استمرار الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة. منظمة اليونيسف تقول إن حجم وتيرة الدمار في قطاع غزة صادمة، مؤكدة أن الحرب في غزة تسببت في مقتل أكثر من 13,000 طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص. الديوان الأميري في الكويت يعلن صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة.